تمام يا جماعة. الشابتر النهاردة إن شاء الله شابتر بيتكلم على الداتا أناليسز والبايثون، وزي ما قلت لكم إحنا محتاجين إن أنتوا كنتوا تدوروا تراجعوا معلوماتكم في البايثون أو حتى تتعلموا بايثون. الموضوع مش يعني معضلة كبيرة، بايثون من اللغات السهلة واللذيذة يعني ممكن تتعلمها بسهولة. السلايد الأولانية كلها بتتكلم على البيزكس في البايثون، أنا مش هتعرض ليها إطلاقا، سواء بقى ازاي تعمل statements و loops، مش عارف input output regular expression، كلها حاجات هنبيباصها وانت عليك ان انت تجربها مع نفسك ان شاء الله هتلاقيها في منتهى السهولة. هل هي داخلة معانا في الامتحان ولا حاجة؟ مش داخلة معانا في حاجة طبعا يعني خالص، داخل معانا الجزء اللي جاي بقى يعني من اول هنا، من اول النام بي واي والبانداز والحاجات اللي احنا هناخدها قدام، حتى كمان في الديستريبيوتد بروسيسنج باستخدام الايه، باستخدام البايثون. البايثون احنا هنشوف تو مودز ليه، يعني هنشوفه مرتين الترم ده او الماده ديت. الترم الجزء الاولاني ان انا هشتغل بالبايثون مجرد داتا اناليسيس او الكلاسيكال داتا اناليسيس او داتا بروسيسنج باستخدام البايثون. طبعا انا كان ممكن باستخدام البايثون العادي اعمل داتا اناليسيس، والبايثون من اللغات القويه كمان جدا، حتى يعني لو مش معايا لايبرري بقدر اعمل بيها شغل كتير قوي على الداتا، او اعمل بروسيسنج على الداتا بشكل قوي جدا من حتى من خلال البايثون العاديه. زاد عليها اللايبرز اللي موجوده زي النامبي واي والبانداز اللي بتديني امكانيات اكتر في التعامل مع البيانات. اللي احنا هناخده النهارده انا بشتغل على سنجل ماشين، يعني دي كلها لايبرز بتشتغل على سنجل ماشين مش على داتا ديستريبيوتد، فده التوبكس اللي احنا هنكفرها النهارده. المره الجايه ان شاء الله، مش المره الجايه بقى، يعني في محاضره قدامها ناخدها ازاي بقى استخدم البايثون بس الديستريبيوتد فيرجن بتاعته، اللي هي بتعمل نفس الحاجات اللي احنا بنعملها دي بس على ديستريبيوتد سيستم. يعني given that ان الداتا متخزنه على distributed environment، هي بتشتغل على الداتا ديت وبتقدر ان هي تعمل البروسيسنج بتاعها بشكل transparent، انت ما انتش ايه، ما انتش مهتم ولا aware باللوكيشن بتاع الداتا، لكن هي بتعمل بروسيسنج للداتا حتى لو كانت على مالتي سيت. نبدا بقى في موضوعنا النهارده. انا عندي هنا النام بي واي library، طبعا انت بتعملها انستول باستخدام باكج موجوده كده، برنامج بينزل مع البايثون اسمه بيب، بينزل النامبي واي. هنا النامبي واي بتديني امكانيه ان انا اعرف اري، زي ما انتم شايفين انا بقول هنا ام بي اري 45، فهو هنا بيعرف سنجل اليمنت، هنا دي عندي وان دايمنشن اري، وعندي هنا ذا تابل، يعني ممكن اخد الداتا بتاعتي سواء من سنجل فاليو او من ليست او تابل. عارفين البايثون البراكت دي معناها ليست، البراكت دي معناها تابل. معلش انا عايز اعرف بس اختبر معلوماتكم، يعني انتوا عارفين الفرق بين الليست والتابل؟ الميوتابيليتي نعم؟ الميوتابيليتي الايه؟ تقريبا ان هو ميوتابل، يعني ممكن اغير فيها ولا ما ينفعش. ايوه الليست بقدر اغير فيها والتابل ما بقدرش اغير فيه، بس احنا في جميع الاحوال لان انا بكونفرت ده على طول لايه؟ لنمبر واي اري خلاص. وهنا بحول برضو 2 دايمنشن اري لاري رابعه وخمسه وهكذا. هنا انا هنا بدي داتا وبدي له دايمنشن كمان، فبيبدا يكريت لي اري اوف 5 دايمنشن وبيحط لي ده في الايه، في الفيفث دايمنشن. اقدر لاي اري من دول اطبع الدايمنشن، بقول له برنت اي دوت ان دايمنشن وايه، وده المحتوى بتاعها. انا بستخدم جوبيتر نوت بوك عشان خاطر، واكيد انتوا اكيد بتستخدموه يعني عشان اعرف النمبر واي بعرفه بالشكل ده. اقدر بعد كده ان انا اديفاين اري زي ما انتم شايفين ان هو اهو، اقدر ان انا اطبع المحتوى بتاعها سواء مباشرة كده او عن طريق ان انا استخدم البرنت فانكشن بتاعت البايثون اللي هي البرنت.
يعني دي دايمنشن بتاعها واحد ودي محتواها يعني. طيب ايه تاني متاح عندي هنا؟ اقدر ببساطه هنا في البايثون في النمبر واي اكسس الاليمنتس بتاعت الاري بالشكل المعتاد دوت، يعني اللي هي بالاندكس العادي، يعني مثلا اقول بي اوف 0 اجيب لي العنصر رقم 0. برضو زيها زي الليست بالظبط، اقدر اجيب اللاست اليمنت عن طريق ناقص واحد، قبله الماينس 2. اقدر اجيب لو انا عندي داتا اكتر مثلا زي 1 2 3 اهو 4 5، اقدر اقوله مثلا هات لي من اول 2 ل 4، هيجيب لي سلايس منها قطعة منها، من 2 للاخر اهي، او من الاول ل 3 اهو. دي كلها حاجات اقدر استخدمها عشان خاطر اوصل لمحتوى الاري. طبعا لو انا عندي حاجه 2 دايمنشن زي الاري دي، عندي حاجه هنا 2 دايمنشن وبقى عندي الاري 2 دايمنشن دي، برضو اقدر اوصل لمحتواها. مثلا ايه 0 0 او 1 1 او 1 واقدر كمان ان انا استخدم اقدر اعمل اقدر خلينا لسه نكمل في الوان دايمنشن اري، بس ما نسبقش الاحداث لان انا عندي حاجات تانية موجوده برضو فيها. لو انا عندي برضو الوان دايمنشن اري هنا كده، اقدر اقول له ببساطه هنا من عايز من 1 الى 2 الى 5 الى 6 و2، فده ببساطه بياخد لي من عند 1 بينط 2 2 يوصل للايه؟ لغايه ما يوصل لل6. لو انا اديته كده معناها ان هو هياخد من الاول للاخر، المفروض ان ده الاوفست بتاعتي 1 ل 8. سوري، ده دي انا عايز الاكس، غربت يعني اللي بيعمل الوقت. ادي الاكس اللي فوق اهي، انا قلت له كده، وهنا بيجيب لي ايه؟ ياخد 1 وبعدين 3 وبعدين 5 وهكذا، بينط 2 2 او بينط 3 3 وهكذا. تمام، هنا دي 2 دايمنشن اري اهي، 2 دايمنشن اري اقدر ببساطه ان انا اتعامل معاه برضو كالاتي اهو. انا هنا مثلا سي انا عايز الصف الاولاني كولوم من 1 ل 4، يعني اقدر اخد فيها سلايسز يعني. فلو انا هنا مثلا عندي، لو قلت له اكس هجيب لي كله، لكن لو انا قلت له ايه اديني كده من هنا من الصف الاول للتاني، الأول للتاني هيديني إيه؟ هيديني زي كده أهو، يعني خد جزئية، قطع جزئية من جوه الماتريكس بتاعتي باستخدام الطريقة دي، وهكذا. بالنسبة بقى للكونفرجن بتاع الداتا تايبس، يعني المفروض النمبر واي بيديني يعني مور كنترول على نوعية الداتا بتاعتي. يعني لو انا جيت كده اهوت هنا اهوت، يعني نكبر شوية عشان نشوف زي ما انتم شايفين هنا، انا هنا بديفاين اري وبديله هنا اف 8، مقصود هنا ايه؟ ان هو الداتا دي كلها كونفرتد لفلوت وحجم الفلوت 8 بايت. هنا اقدر اعمل كاستنج للداتا دي، اقول له از تايب اي 4، معناه انه هيكونفرت الداتا دي كلها لايه؟ لانتجر اوف 4 بايت. طبعا الكونفرجن ده هيؤدي للوزنج، ان انا بوز بعض الداتا،
يعني تخيل لو انا خدت كده ده كده اهو كده كده جيت طلعت الاكس، اكيد الاكس هنا هيطير منها ايه الفراكشنز دي كلها لان انا قلت له اي 4. طب لو انا عندي حاجه كبيره كده وقلت له هنا اي 8 اي 1 مثلا، اي 1 معناها بايت، بيقول لي هنا في اوفر فلو، اوفر فلو لان انا عندي هنا حاجه بره حدود البايت، يعني يبقى لازم احط هنا 225 126 بايت. البايت بتاعنا ارجع تاني يا جماعة، ده الايه البايت، لان البايت طبعا من ناقص 127 ل 100، من ناقص 128 ل 127 خلاص. وبالتالي انا اقدر احط هنا different ايه data types زي ما انتم شايفين اهو. برضو بالنسبة للفلوت انا عندي اظن فلوت 4، وعندي ممكن احطها هنا تحتها لازم كل مرة كده اهو، ممكن نحط فلوت 8 اللي هو الدبل، يعني ده زي الفلوت وده الدبل. وبالتالي انا ليا كنترول هنا على نوعية او الداتا بريسيجن بتاعتي. نيجي هنا للجزئية ديت اللي هي الكوبي والفيو. النم بي واي بيديني امكانيه ان انا ادوبليكيت الاري، مش مجرد ان انا، لان طبعا انتوا عارفين في البايثون لو انا قلت ان فاريبل بيساوي فاريبل فانا هنا بساوي ريفرنس بريفرنس، يعني انا هنا مش ببساطه انا مش بعمل ايكواليتي ولا حاجه، مش بكابي الداتا، انا مجرد ان انا بخلي الاثنين بيشاوروا على نفس الحاجه. لكن لو انا حبيت اعمل بقى ريل كابي فانا هنا عملت هنا اري اسمها اكس، عملت منها نسخه عن طريق x.copy هيديني الكوبي بتاعي في الواي. اوكي تاني هنا لما اجي اعمل اكس وفي واحد بيساوي 12 معناها ايه؟ معناها ان انا بغير في الاكس، هل ده بيغير في الواي؟ اكيد مش بيغير في الواي لان انا اخدت نسخه عن طريق الكوبي ده. لكن في حاجه تانيه بديله بقى اسمها x.view. x.view دي بتديني زي اكسس على الاكس من خلال الواي، وبالتالي لما اجي اقول له اكس اوف 1 هيساوي 12 هتسمع في مين؟ في واي. ممكن نجربها يعني. قلت له واي هيساوي اكس. اكس اوف 1 هيساوي 111 طبعا الواي، الاقي ان الواي كمان حصل فيها ايه تلو. طبعا هو ده كده يبان انه حاجه تريفل، لكن انا ممكن ببساطه متهيالي ان انا اقدر كمان اغير الدايمنشن بتاعه الفيو من غير ما اثر في الاصل. زي ما انت زي ما انت شايفين هنا انا ممكن اعمل ايه ريشيب. لو انا جيت كده قلت ببساطه واي دوت ريشيب، ريشيب ديت عندي الاري ديت كان فيها 10 element، فاقول ان هي 2 5 هتبقى بالمنظر ده. طب هل الاكس زي ما هي اكس لسه الاكس زي ما هي؟ وبالتالي هنا انا كما لو اني عندي اتنين فيو واحد فيهم اخد دايمنشن مختلف في حين ان الاصلي زي ما هو، تمام. وبالتالي انا هنا برضو ممكن ايه اغير برضو في محتوى الاكس اهو 113 وارجع تاني اطبع الاكس اهي، طب عايز اطبع الواي ادي الواي اهي، او هنا الواي الريشيب ما اشتغلتش كما لو ان محتاج ان انا اعمل واي دوت ريشيب. لا متهيألي لا واي دوت ريشيب اهي
وانا قلت كده واي هنساوي واي دوت ريشيب اكتر واي، غيرنا الاكس هنا 115، هل الواي اتغيرت؟ تمام يا جماعه، يبقى انا هنا زي ما انتم شايفين اهوت انا بغير في الاصل، والواي نفسها بتأفكت بيحصل فيها ايه التأثير بتاع التغيير دوت مع الاحتفاظ بالدايمنشن اللي انا ايه اللي انا فيه. خلاص، ودي فيتشر يعني اتراكتيف جدا لاي حد بيعمل داتا بروسيسنج يعني. اوكي، خاصة مثلا لو انا عندي زي ايمج، بعمل ايمج بروسيسنج او حاجة زي كده، فيعني اكيد وهبقى مهتم ان انا ايه يعني ابقى محافظ على الداتا بتاعتي حتى لو هي اخذت ديفرنت شيب. طيب الايتريشن، لو انا عايز ايتريت على محتوى array، ممكن ايتريت بالطريقه المعتاده يعني في لغه البايثون. صفر بس الكلام ده. يعني عندي ده، ممكن بقى لو انا حابب ان انا ايتريت ممكن استخدم اللي هي for i in x، sorry، print i، هو هيعمل لي ايه؟ هيفوت على كل الاليمنتس الموجوده في الاري وعالي. يبقى دي الطريقه اللي انا اقدر الفلف بيها على عناصر الاري. طبعا لو عندي حاجه 2 دايمنشن ممكن اعمل برضو 2 فور لوب جوه بعض، زي ما شايفين اهو، فور اي ان اكس، اي ان اكس هنا هتديني رو رو، وفي كل رو اقدر الفلف على الكولومز اللي موجوده عشان خاطر اوصل برضو العنصر عنصر. اوكي، هي انذر واي انا اقدر كمان الف باستخدام الطريقه ديت. يعني الطريقه دي زي ما انتم شايفين هنا اهو، انا بستخدم حاجه اسمها ايه ان دي انيميريت. انيميريت دي بتديني ايه؟ بتديني اكسس على الاندكس والفاليو. انا ممكن هنا ببساطه اهو لو انا استردت الاي المفروض ان انا اعمل هنا string كويس. وبالتالي هنا ايه، انا عندي هنا زي ما انتم شايفين ده الاندكس بتاعي، البوزيشن بتاعي، وادي هنا ايه الفاليو بتاعتي. والاندكس هنا واضح انه عامله على هيئه طابل يعني. اوكي طيب، بالنسبة بقى للجوين، أقدر أجوين اتنين أدريسيز زي ما أنتم شايفين، أو اتنين تو دايمنشن أري أنا عن طريق الكونكاتينيت. فأنا عندي هنا ديفرنت تايب كونكاتينيشن، يعني أيضا إن أنا أعملها هوريزونتال أو فيرتيكال. أو مثلا لو عندي الإكس والواي كده، فبالتالي أدي لو أنا حبيت إن أنا ألزق الإكس والواي، فأنا ممكن ببساطة أقول له هنا إيه زد هيساوي concatenate ال x وال y. لما اجي اطبع ال z هتلاقيها عبارة عن الاتنين vertically مع بعض. فلو انا عايز بقى اتحكم في الاكسيز، ممكن ببساطة هنا اختار ال بدل ما يختار لي اكسس معين، انا هنا اللي بختار، انا هحط ايه الداتا بتاعتي هنا دي vertical. لو هنا كنت قلت له واحد اهو بقت ايه horizontal. تمام، يبقى ده ببساطة عملية الكونكاتينيشن لو أنا عندي different data وعايز أعمل لها concatenation. أوكي، عندي حاجة تانية ال stack. ال stack هنا دي برضه نوع تاني من concatenation. لو أنا قلت له كده z stack له z، زي ما شايفين هو هنا ببساطة اتعامل مع كل واحدة من دول على انها element على بعضه، يعني كما لو انا حاطط الري كلها as variable او ك item جوه الليست الاكبر او الماتريكس الاكبر. يعني ادي ده الاولاني كله على بعضه، وادي التاني كله على بعضه، وفاصل ما بينهم بايه بكومة. خلاص، فده معنى كلمة الايه الستاك.
وبرضه الستاك هنا اهوت في فيرتيكال وفي هوريزونتال، في اشكال الستاك. طب السبليتنج، لو انا حابب بقى ان انا اقطع الري، لاحظ ان انا هنا انا بحاول الان بي بتديني امكانيات كتيره في اتجاه ان انا بتعامل مع arrays of information، سواء بقى بان انا كونكاتينيت الاري دي الففها، اعمل عليها اوبريشنز، اخد منها سبسيت، اقدر ان انا اعمل لها سبليتنج السب arrays وهكذا. فانا هنا عندي الاري سبليت اللي موجوده هنا بتقطع الاري. يعني لو انا جيت هنا برضو عرفت الاري دي اهي، array split 3، يعني معنى كده هيقطع الاري دي الثلاثات. وبالتالي لما اجي ابص كده على الواي هلاقي عباره عن 3 arrays زي ما انت شايف جنب بعض بعد ما عملت ايه عمليه السبليتنج دي. اوكي، سبليتنج برضه ممكن يحصل على مستوى ال 2 dimension. اهو زي ما انتم شايفين هنا انا عندي الاكس هنا عباره عن 2 دايمنشن اري، ادي الاكس هنا اتفرج عليها هي اخده الشكل ده، واقدر ان انا برضو اعمل لها عمليه السبليتنج سواء بالشكل ده. ممكن ناخد دي مباشره، شايفين هنا الواي اهي وقطع الاري ديت، خد كل اتنين مع بعض وحطهم فين في element لوحده. لو قلت له كده واحد بدأ يقطعهم بشكل ايه مختلف، يعني horizontal و vertical. تمام يا جماعه؟ لغيت هنا حد عنده مشكلة؟ أنا متهيألي دي كلها حاجات إحنا مجرد بس محتاجة ممارسة مننا عشان خاطر لو إحنا عندنا problems ولا حاجة نقدر نحلها باستخدام الـ libraries دي. حد عنده مشكلة لغاية هنا؟ أنا بحاول أجري بس بسرعة على أساس إن أنا محتاج أكمل أخلص الكمية دي كلها النهاردة، مش عايز أخد وقت أكتر من كده. فأنا بحاول أجري في السلايدز دي، وأنا بقى متخيل إن شاء الله إن أنتوا إيه هتراجعوا هتمسكوا الحاجات دي كلها هتجربوها واحدة واحدة بإذن الله. طيب السيرش والسورت والفلترنج، أنا عندي لو عندي أري هنا وبقول له هنا وير إكس يساوي 19، ده هنا بيدور على كومبوننت معينة جوه الأري ديت، بقول له هنا أهو هل في 19 دي موجودة؟ فقال لي الاري 3 موجوده في الرقم 3 اهي 0 1 2 3. خلاص لو قلت له هنا يساوي كذا لو حاجه مش موجوده قال لي ان هي مش موجوده. فبالتالي هنا ايه يعني هو، طب لو انا عندي 19 دي موجوده كذا مره اداني هنا عدد المرات اللي موجود فيها 19. اوكي وهكذا. برضو عندي هنا عملية السورتنج، اقدر اسورت اري موجودة اصلا في البايثون نفسها، يعني مش حاجة جديدة بس موجودة برضو سبورتد في الـ اند واي. بعد ما عملت سورتنج لمحتويات الايه الاري ال 1 دايمنشن. طيب الفلتر، تخيل لو انا عندي array بالمنظر ده اهي وعندي another array s بالشكل ده true false 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 true true، وجيت انا قلت له كده اهوت ايه y هيساوي x of s. خلاص اكس اهي و اس اهي معترض ليه اس از نوت ديفايند.
المفروض هنا ده هينتقي الحاجات اللي فيها true بس. مش عارف صراحة ما اشتغلتش ليه، بس يعني ايه بيديها حل او جايز في حاجة في السنتكس احنا كاتبينها غلط. طيب تمام، نيجي بعد كده لايه، للراندوم لايبرري اللي موجوده في النمبر 1. انا عندي برضه لايبرري زي هي، برضه في راندوم لايبرري موجوده في لغه البايثون، لكن هنا الى حد ما الراندوم لايبرري ديت بترجع لي نمبر واي داتا تايب اللي هي الاريز الخاصه بالنمبر 1. فانا اقدر هنا ببساطه ان انا امبورت راندوم لايبرري طالما بعمل داتا اناليسيس، فانا اكيد محتاج الراندمنس دوت بشكل قوي. لو قلت له هنا ايه اكس هيساوي راند بيديني رقم ما بين 0 و 1 راندم. هنا لما بقول له هنا راند انتجر رقم ما بين 0 ما بين واحد ومية أو صفر ومية، خلينا من صفر لتسعة وتسعين يعني مش مية. هنا ده بقى أقدر أحدد كمان الدايمنشن، يعني أقدر أقول هنا سايز هيساوي خمسة، أرقام الأرقام الراندم عددها خمسة. أقدر برضو أديله هنا مالتي دايمنشن، يعني أقول هنا خمسة اهو بدأ هي من 0 ل 99، يعني ما فيش مش انكلودنج ال 100 يعني خلاص. طيب فايف هي راند 5 و 3 دي بس اللي انا مش متذكرها، ممكن نجربها. طلع لي حاجه 2 دايمنشن، خمسة في ثلاثة، خمس صفوف في ثلاثة، خمس صفوف في ثلاثة تمام. بس أنا كان ممكن برضه أعملها، إحنا أوريدي عملناها هنا راند إن، عملناها راند إنتجر، يعني دي راند إنتجر. طب لو عملت كده راند إنتجر لازم تديله الدايمنشن خمسة وثلاثة. سايز خمسة راند نفسها انت ممكن تديلها الدايمنشن مباشرة لانها بتطلع رقم ما بين صفر وواحد، ده الفرق يعني. هنا في عندي another library هنا او another function في اسمها الـ choice، ان انا ممكن ببساطة ان انا لما اجي اعمل random راندمايز من رقم جيفن، ارقام جيفن، يعني هنا لما باجي راندمايز بقول له طلع لي ارقام رقم من دول خمسة وثلاثة وسبعة وثمانية اوكي. فبالتالي انا هنا بختار واحد من الارقام ديت، برضو ممكن نفس القصة بالظبط اديها برضو سايز، اقول له سايز ثمانية او تسعة، وبالتالي هيطلع لي ارقام من السيت ديت، يعني هو بيجنيت ارقام من السيت ديت. وطبعا ممكن ان انا اعمل حاجه 2 دايمنشن او 2 في 3 في المكاتب اهو، دي كل الارقام دي جايه لي من السيت دي. الرقم اهو 99 يظهر معايا 99 اهو ضمن الارقام اللي جنريتد من التشويس ديت اوكي. طيب معناها ايه؟ معناها البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاعت التشويسز ديت. يعني لو انا عندي كده اهو جيت هنا اهو قلت بتاعتي كذا، جيت هنا اهو قلت له طلع لي حاجه السايز بتاعها 10، رقم اهو 1 2 3 4 1 2 3 4
لاحظ هنا ان الثمانية ما ظهرتش ولا مرة. حد يقول لي بقى ليه؟ عشان حاسس كده ان انت مش معايا خالص. probability صفر. ممتاز، يعني البروبابيليتي بتاعتها صفر. بالتالي هنا انا بدي بروبابيليتي، بتهيألي دول لازم يكون مجموعهم واحد. يعني بتهيألي كنت جربتها مره ان انا اديله مش واحد يعني، وقلت شوف هل ده هيتصرف ولا لا، اداني فعلا ايرور خلاص. فهي لازم يكون مجموعها واحد، وان كان يعني في لايبرز ثانيه بتتصرف، يعني هي بترجع تريماب البروبابيليتيز ديت وتخليها مابد تاني على واحد، تفردهم تاني على واحد. بس يعني هنا لا، هو هنا لا استريكت هنا ان هو ايه، لازم يكون مجموع البروبابيلتي دي واحد يعني، وده الطبيعي ان هي تبقى بواحد يعني. لكن في لايبرز ثانيه ساعات اديله مثلا اقول له ايه، كما لو اني بديله نسب يعني، او مثلا سي اقول له 20 و10 و15 5، مش مجموعهم حاجة، هو كل الحكاية إنه بينسبهم بيجمعهم كلهم ويرجع يقسم عليهم فيديني حاجة برضو واحد، لكن هي مش موجودة هنا في النمبر 1. شفتها في لايبرز ثانية كانت ظريفة جدا، بستخدمها بشكل كويس يعني. الشافل لما أقول له هنا الراند، أدي الإكس أهي، تجربة لو عملها دي ايه، وهنا عندي الاكس بيساوي الري اهي، وادي الاو دي كابي منها، وهنا بيعمل شافل اكس. شافل اكس المفروض ان هو معنى كده بيلخبط اماكن الايتمز اللي موجوده في اكس. تعالى نطبع دول كده ونتفرج عليهم بس نتذكر ايه اللي موجود ده. انا هنا مجرد هنا ان هو عمل ايه، لخبطه لاماكن الحاجات دي. اذا الشافل هنا مجرد عملت ايه، زي بيرميتيشن للاماكن الحاجات دي. طبعا يعني ايه، في بيرميتيد تحت هنا، عايزين نشوف الفرق ما بين شافل وبيرميتيشن. ده في واحدة تانية على جنب، ايه الفرق بقى ما بين الشافل والبيرميتيشن؟ الفرق ما بينهم شافل وبيرميتيشن، حد فيكم يا جماعة ملاحظ الفرق؟ هو قدر يفهم ايه الفرق؟ يا بيرميتيشن المفروض ان انا هنا باخد الحاجة بغير اماكنها، شافل نفس الكلام، شافل بتعمل الكلام ده بتعمل الكلام. هل هنا في سايز؟ يبقى لو انا كاتب سايز صحيح. طب تعالى نشوف هنا، هل في سايز؟ برضه دي مفيهاش سايز، حاسس كده ان هما الاتنين شبه بعض تماما يعني. هو تقريبا واحدة بترجع كوبي يا دكتور تقريبا، يعني بترجع ايه؟ ممكن نجرب مثلا نشوف هل دي بتغير في الريفرنس ولا لأ. تقريبا واحدة بترجع كوبي وواحدة بتغير في الأصل. هو هنا اخد ده كوبي، الاو كوبي عشان خاطر انت قصدك ان اكس تشوف. صح، كلامك سليم، ان شافل هنا بتغير في محتوى الاكس نفسها، انما بيرميوتيشن هنا بتاخد الاكس وترجع الناتج في الواي. تمام، صح. يبقى انا هنا ايه العيب بتاع الشافل، ان هي بتأفكت المصدر نفسه، اما البيرميوتيشن فبتجنريت كوبي من المصدر. تمام، كلامك سليم. طيب الراندوم ديستريبيوشن، لو انا عندي بقى ايه مالتيبل راندوم ديستريبيوشن، فانا مثلا سي عايز اعمل نورمال ديستريبيوشن بالمنظر دوت، وعايز اجنريت ارقام راندوم بالديستريبيوشن دوت. احنا عندنا مجموعه من اللايبرز اهي، هناخدهم اللايبرز الخاصه بالبلوتينج، هنحاول ان احنا نعرفهم إذا كانوا عندي ولا لا. طب يعني
فاكر الستارت ولا حاجة؟ عظيم، هو كده الستارت يعني شغال كويس. هنا ان random distribution، انا هنا لو انا عملت generation لخمس ارقام normal distribution اهو يطلع لي ارقام بالمنظر الاول، هي دي normal distribution، لان الطبيعي ان الراندم نفسها بتجنريت uniform distribution، يعني كل الاكزامبلز اللي فاتت دي كلها بتطلع لي ارقام uniform distribution، المفروض ان انا يعني probability ان الحاجه تطلع بتطلع بديستريبيوشن معينه، اللهم بس غير يمكن المره الوحيده اللي احنا لعبنا فيها في الديستريبيوشن، هنا ده كان لعبنا في الديستريبيوشن وغيرنا فين في الديستريبيوشن بتاعت الارقام، لكن كل اللي فات هو ببساطه بيجنريت ارقام راندم بنور بيونيفورم ديستريبيوشن. هنا انا غيرت الديستريبيوشن اكوردنج للايه للفيل شيب دوت او نورمال ديستريبيوشن. اوكي طب فتعالى نجنريت ارقام تانية اهي ونغير في شكل البيل شيب نفسه، يعني هنا انا بقول له السكيل 3 والسايز 5 لوكيشن 5 ده لوكيشن 5 وده السكيل. مقصود هنا باللوكيشن يا جماعه هنا ايه اللوكيشن اللي هو المين فاليو بتاعت البيل شيب ده اللي هي في النص، والسكيل اللي هو الفاريانس اللي هو حجم البيل شيب هل هو رفيع ولا تخين. طيب هنا بقى في الشكل الأخير ده يعني أنا عامل 1000، ليه 1000؟ لسبب بسيط قوي، إن أنا عايز أرسمها، فأنا هقول له هنا إيه ببساطة SNS بلوت إكس وبلوت دوت شو، واضح إن شو دي مش محتاجة هنا في الجوبيتر يعني. بس واضح هنا ايه الشكل بتاع الديستريبيوشن بتاع الارقام بتاعته، هو هنا عمل هيستوجرام للارقام اللي هي اكس، طبعا هو الهيستوجرام هنا مقصود ان هو هنا ايه بيشوف في كل سلوت كام رقم طلع، طبعا المفروض ان انا ايه في النورمال ديستريبيوشن الارقام ديت كلها ايه اخده البيل شيب خلاص اكوردنج برضو ده. يعني تخيل لو انتوا هنا ايه غيرنا كده اللوكيشن، بصوا انا اللوكيشن هنا ايه نص خمسه، لو انا خليت اللوكيشن بتاعي مثلا 10 ووسعته شويتين كده خليته 8 10 كمان، يعني معنى كده هيبقى من 0 ل 20 اهو، من 0 هو نص و10 اهو ادي 10 يبقى 10 في النص، وادي ده الستاندرد ديفيجن اللي هو بلس ماينس 10 الستاندرد ديفيشن 10، طبعا مش المقصود به هنا البدايه والنهايه، ده الستاندرد ديفيشن اللي هو ايه متوسط بتاع الديفيشن نفسه وهكذا، ممكن طبعا ارفعه اكتر يعني يبقى ايه كوندنسد شويه، كل ما ايه اهو بدا ايه يبقى كوندنسد شويه كل ما ما بغير السكيل بتاعي. طبعا لو كنا جينا هنا وجربنا ارقام راندوم الطرق اللي فاتت ديت، احنا فاكرين كده كنا بنجيب ارقام راندم هنا ايه اهو راند ديت راند 100 او راند بس راند كنا راند بس وقلت له ده ايه 1000، المفروض يحصل ايه هنا يا جماعه لما اقول له كده هيستوجرام بلوت هيحصل ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ الشكل اللي هيطلع هنا ايه؟ قبل ما ارسمه. طبعا يونيفورم ديستريبيوشن اهو شبه بعضه يعني. طبعا هي مش شبه بعضه بالظبط ليه؟ لان يعني في الاخر هي العينه دي طلعت كده. كل طبعا ما نزود الارقام كل ما هيبقى شبه بعضه اكتر اهو، كل ما هتقرب من بعضها اكتر وهكذا. وبالتالي هي ايه ده يونيفورم ديستريبيوشن، المفروض ان البروبابيلتي بتاعت الارقام بتبقى شبه بعض، البروبابيلتي بتاعت الارقام بتبقى شبه بعض، وكل ما بزود العينه كل ما بقرب من ان هم يبقوا شبه بعض اكتر، كل ما يكونوا قريبين من بعض اكتر والفرق ما بين كل رقم ورقم بيبقى اكتر. اوكي يا جماعه حاجة زي التشويس دي اهي
احنا كنا خدناها كده. بس كده هنا لو انا جيت هنا ببساطة هنا انا عندي الارقام دي، بس انا كبرت السايز شوية خليته اقل. بص كده يعني معنى كده اهو ان الرقم اللي هو 0.6 ده اعلى probability اللي هو 7. واضح ان 7 اعلى probability، 8 مش موجودة خالص، 3 probability اقل، 5 probability اقلهم اللي هي اقلهم probability اللي هي الايه الخمسة اللي هي 0.1. اوكي، فده كده يعني ايه، مجرد بس بحاول افكرك شوية ايه هي probability وايه هي probability distribution واشكالها. اللي احنا شفناه ده النورمال، وفي اشكال تانية بقى اللي هي الباينوميال، طبعا مش هخوض فيها يعني، انت بقى جرب الحاجات دي كلها. وده البوسون وده اليونيفورم. خلاص اليونيفورم اللي هو نفسه الراند نفسه يعني اللي احنا كنا شايفينه من شويه، ده الراند ده اللي هو الايه اليونيفورم. فانت ممكن يعني مش هيفرق كتير سواء يونيفورم او راند، لان الاثنين دول يونيفورم. خلاص وده اللوجاريتمك والمالتي نومينال وهكذا الشاي سكوير. كل دول يعني مش الهدف هنا ان احنا يعني ايه نذاكرهم كلهم يعني، لا، والهدف بس ان انا اعرفك ان في انواع مختلفه من الديستريبيوشن، وانت بتشتغل على حسب البروبلم اللي انت بتشتغل عليها. يعني البروبلم دي محتاجه نورمال، محتاجه بواسون، محتاجه باينومينال وهكذا. طبعا ده جاي من الساينتفك بروبلم اللي انت شغال عليه. الله اعلم انت شغال على بروبلم شكلها ايه. الساينتفك بروبلم ديت هي اللي بتحدد فيها او بيبقى متطلب فيها ان الديستريبيوشن بتاع الارقام اللي جايه انت بتشتغل بديستريبيوشن معين او ديستريبيوشن تاني او هكذا. في طرق للسيرشنج بتعتمد على الراندمنس، والراندمنس دوت لازم يكون بديستريبيوشن معين عشان تشتغل بشكل كويس. خلاص، فالسيرشنج ميثودز والكلاسترنج ميثودز اللي احنا هنتعلمها قدام بتعتمد على نوع الديستريبيوشن. هي جايز اعتماد داخلي يعني انت مش واخد بالك، بس هي بتعتمد عليه. وهكذا في كتير جدا من البروبلمز العلميه بتعتمد على ان انت بتسيميليت او حاجه معينه، فبالتالي الداتا اللي انت لازم تظهر عندك جوه البرنامج لازم تكون اخده ديستريبيوشن معين، لان في ظواهر طبيعيه بتبقى نورمال، بعضها بيبقى تشاي سكوير، بعضها يونيفورم، بعضها بروبابيليتيز انت حاططها بايدك. دي كلها حاجات انت بتحاول تكون عارف ايه انواع البروبابيليتي عشان خاطر تجنريت داتا راندوم، وبالتالي تقدر ان انت ايه السيميليت اللي بيحصل في الايه في السيستم ده، او تاناليز برضو اللي بيحصل جوه. لغايه هنا احنا شفنا كده النمبي واي. النمبي واي ستيل فيها برضو اديشنال فانكشن اللي هي بقى الماثيماتكس على الفيكتورز او الماتريسيز. هنا زي ما انتم شايفين عندي هنا فيكتور A وفيكتور B وعندي فيكتور C. ف الشكل دوت انا هنا بحاول اعمل بالطريقه بتاعتي تراديشنال خالص، ان انا اجمع ال A وال B واحطهم في C. يعني زي ما شايفين هنا اهو، يعني سيب المكتفي او النمبر واي، نحط ال A وال B وال C. وهنا الكود اللي مكتوب ده، انا ده كود بايثون طبيعي يعني اللي هو ايه البايثون المعتاد خالص. مجرد ان انا هنا ايه اقول له I و J in zip A و B. يعني هنا المقصود بي ان A و B بقى يعني اخدهم مع بعض، وخد منهم هما الاثنين ال I و J منهم هما الاثنين. زيب دي كانهم بتلزقهم هما الاثنين في حاجة واحدة، تسحب منهم هما الاثنين I و J، كما لو انك شغال بتسحب من الاثنين في نفس الوقت ايه I و J. لاحظ ان هما الاثنين نفس الدايمنشن، اول مرة هيجي لي 1 و15، 2 و13، 3 و12، و4 و11. ده يعني ايه معنى الجملة دي. خلاص، فطبعا لما اجي اعمل كده هو هنا ببساطة بيعمل ايه print ال i وال j، وبياخد الكلام ده ويجمعه جوه ال c. يعني لو طبعنا كده ال c اهو، ادي ال c اهي يا جماعة، فيها ايه مفروض ابند ال i و j. احنا ال c احنا بس ما فضيناش، المفروض نفضيها. ادي السي هنا يا جماعه اللي هي مجموع الاثنين 1 و15 و2 و13. طيب دي الطريقه التقليديه. المفروض ان يبقى فيه في النمبر واي في عندي ماثيماتيكال فانكشنز مباشره بتعمل ايه عمليه الاديشن دي. يعني انا اقدر ببساطه كده من غير اي حاجه اقدر اقول له دي
بيساوي num by add a و b. واذا هنا الاديشن هنا تم مباشره من غير ما احتاج بقى اعمل فور لوبس ولا حاجه، انا جمعت الاثنين مع بعض مباشره باستخدام الاد فانكشن. واكيد طبعا في عندي sub فانكشن بايه. طب اكيد يعني هتظهر قدام بقى في فانكشن ثانيه، في ديفايد، في سبتراكت ماشي، ده السبتراكت اهو، في مالتبلاير هنا، ده بيعمل element to element ايه calculation operation sorry، يعني ده element to element، يعني مش بيقسم vector على vector او sorry محدد على محدد، لا ده بيعمل element to element operation، يعني الواحد على 15 بيساوي كذا. اوكي باور نفس القصه، يعني بيرفع حاجه تو ذا باور حاجه هنا، يعني لما بقوله هنا معناها واحد اس 15 واثنين اس 13 وهكذا من 4 اس 14 خلاص. وده نفس القصه في المود والريمايندر والديف مود والابسوليوت وهكذا. بس مش فاكر ابسوليوت دي معناها ايه، ابسوليوت اكيد معناها اكس وواي، ابسوليوت اكس وواي دي بتشتغل على فيكتور واحد بس، ودي غلطة أصلا في السلايد كده غلط. تمام يعني بتحسب الأبسوليوت، يعني بتشيل النيجاتيف فاليو من الإيه من ال طيب. عندي حاجات بتت راوندينج للداتا برضو موجودة في النمبر واي، أقدر ببساطة إن أنا إيه أترانكيت داتا، فرانكيت يعني معناه ان اشيل ال فراكشن، فلما اقول له هنا زد هيساوي فرانكيت اكس اهو، شال لي منها الفراكشن. في عندي طبعا الفيكس فيك راوند والفلور والسيل، دول المعتادين يعني خلاص. بس كان اسمها راوند ولا راوند؟ هي اسمها راوند المفروض. ثلاثة بوينت سكس بقت أربعة، طب لو كانت ثلاثة بوينت تو ده الراوند المعتاد، وأكيد فيه سيل وفلور، سيل قال إيه أنت فانكشن بتقرب الأرقام بالشكل إيه تقليد، مفيش راوند اسمها راوند يعني. مين فيكس دي بقى؟ انا افتكر فيكس دي ايه؟ فيكس شال من هنا الفراكشن ده، شال من هنا الفراكشن ده، طب ايه الفرق بينها وبين ترانكيت؟ تسعة برضه شبه الترانكيت يعني الفرق يعني. حتى الآن هي الفيكس شبه ترونكيت يعني، بس أكيد في فرق يعني. تمام الرينج من 1 لـ10 يعني ممكن تبصوا عليها، يعني إيه الفيكس، إيه الفرق ما بين الاتنين دول. الرينج من 1 لـ10 أنا شايف الـ AD، أنا حاسس إن هي غلط، هي المفروض رينج أرينج ولا إيه؟ هنا في إيه؟ لوك 2 طبعا واللوك 10 دي كلها بيحسب هنا دي الإيه؟ كل إيليمنت اللوك 2 أو اللوك 10 أو اللوك العادية اللي هي إيه؟ استخدام الإيه؟ هنا الفانكشن ديت ممكن تستخدم فانكشن أنت عاملها خلاص على أساس إن هي بتشتغل على الداتا اللي معاك. يعني لو انا عندي داتا انا هنا ايه ببساطة بقول له ايه add 3 x y و z انا هنا عرفت function جوه البايثون، function دي بتجمع ثلاث ارقام اسمها add 3. هنا عملت function ديت، هو كده ده بيرجستر الفانكشن دي جوه البايثون،
A3 بتاخد 3 بارامترز وبترجع واحد، هي دي معناها. هنشوف بقى هنا لما اجي اقول له هنا ايه، انا هديفاين 3 arrays اللي هما A و B و C، وارجع تاني اقول له ايه add3 function، اقول له هنا brand او اس على طول. بصوا يا جماعه هو هنا عمل ايه، هو بياخد ده وده وده وينادي الفانكشن اللي اسمها A3 بالاكس والواي والزد. وبالتالي انا هنا اي حاجه ممكن اعمل هنا F1، يعني مش لازم اسميها A3، ممكن اسميها F1 او my F، يعني my function خلاص. وادي my function سميها هنا ايه، هنا ايه، ممكن بقى الفانكشن دي تعمل اللي انت عايزه فيها، يعني مش لازم تبقى كده، ممكن تبقى اكس اوف واي زائد واي في زد مثلا. ممكن تديفاين اوبريشن معينه تحصل على كل البيانات دي. فانت كده ببساطه هيجي لو داخل ليها 3 ارقام هتجمع رقمين، هتضرب رقمين وتاخد الناتج تجمعه على التالي وهكذا. وات ايفر الاكسبريشن اللي انت عايز تعملها هنا، حتى ممكن هنا تعمل اف كونديشن ولوبس وات ايفر بقى ايه الاكسبريشن اللي انت عايز تعملها، ممكن تحطها جوه الفانكشن دي هتشتغل على البيانات دي. وبالتالي انت ممكن تعمل باتش بروسيسنج على a lot of information من خلال الفانكشن البسيطه ديت. ودي قوه البانداز او سوري نمبر واي لايبرري، يعني ان هي بتشتغل بشكل سريع جدا وبتديك يعني flexibility في التعامل مع البيانات وتغييرها من خلال دي. هنا another example اهو، انا هنا ايه برضو هنا عامل ايه اكسبريشن اعقد شويه عشان اطلع على ايه اتعامل مع الداتا دي. في عندي طبعا في حاجه اسمها سم وفي كوميليتيف سم. يعني السم دوت المفروض ان انا لما بدي دي اري المفروض يعمل لها سميشن. اوكي، فلو جبنا دي كده يساوي 1 2 3 4 وقلت له ايه السم، يبقى هيجمع المحتوى ده كله ب 10. اوكي، وطبعا انا هنا ممكن احدد بقى الاكسس بتاعتي، يعني بس هنا بقى الافضل في الاكسس ان احنا نتعامل مع داتا 2 دايمنشن خلاص. فانا ممكن اقول له هنا سم اس اديله الاكسس زيرو، فده التجميع بالشكل ده. ولو عايز اعمل كده واحد يبقى التجميع يا اما بيجمع صفوف يا اما بيجمع اعمل. في حاجه تانية اسمها كوميليتيف سم. كوميليتيف سم يعني هو ببساطه هنا زي ما شايفين ادي العمود ده الواحد، الواحد ده لما اتجمع الاثنين بقى ثلاثه، لما اتجمع الثلاثه بقى سته. فهو عمال طول ما هو ماشي قدام في الصف بيجمع كل الرقم اللي قبله بيجمعه على اللي بعده وهكذا. لو عملت الكلام ده برضه على كده على سوري على الزيرو اكسس اهو، فواحد اتنين تلاته ده زي هو زي ما هو ما تأثرش، لكن الجمع على اللي بعده. ولو احنا كنا عندنا هنا كولوم تالت رابع اهو، المفروض هيفضل يجمع الحاجات ديت طول ما انا طالع لقدام. ادي واحد اهو، يمكن تبان اكتر لو انا في اول كولوم اهو. بص لو خليتهم ده واحد، لو خليت ده واحد اتنين تلاتة اهو هيبان اكتر الافكت بتاعه لو انت مش فاهم ده شغال ازاي. ادي واحد لما جت هنا بقت اتنين، جمع بتتجمع على اللي بعدها على اللي بعدها على اللي بعدها لغاية كل مرة بقى ايه بيتجمع مع اللي بعده وهكذا. طب ده الفرق ما بين الصم والكوميليتيف صم. نفس القصة برضو انا عندي برودكت اقدر استخدمه برضو معاهم، يعني اقدر اقول هنا برودكت خلاص بنفس الشكل بالظبط. هو هنا بيحسب البرودكت على الداتا اللي معايا بيضربهم في بعض اكسس زيرو او اكسس واحد زي الصم بالظبط، بس ايه بيعمل بدل الصم بيعمل ضرب. وفي عندي كوميوليتيف برودكت برضو بيضرب بنفس طريقة عمل الكوميوليتيف صم. الديفرنس
الديفرنس هنا مقصود هنا بيه ان هو بيحسب الفروق ما بين الايتمز وبعضها. يعني لو انا جيت دوت هنا اهو اهو، فانا عندي واضح ان هو هنا عمل 2 ناقص 12، 5 ناقص 2 و14 ناقص 5. فده كده كما لو انه بيعمل زي ديفرنشيشن يعني، خلاص، او نيميريك ديفرنشيشن يعني، بيطرح الايه كل 2 ايتمز من بعض بيجيب الدلتا يعني، فهو ده ببساطه الدلتا يعني. فده الديفرنشيشن. اوكي، ان ايكوال تو، بيتهيألي ان ايكوال تو ده يعني معناها بيوسع شويه السبام بتاعي لو انا خدت ان ايكوال تو اهو. ف خمسة واتناشر ان ايكوال ايكوال تو دي معناها نعم يعني عمل differentiation مرتين. يعني اتنين ليفلز معقولة؟ هي دي كان واحد في يعني. نيجاتيف 10 3 فتنس نيجاتيف 10 بقت 13. يعني عامل مرتين، عمل differentiation كما انها second derivative، صح؟ فعلا. تقريبا. يعني لو انه عمل second derivative يعني احنا متهيألي ممكن ننفذها هنا، لو احنا خدنا نفس الكود ده هنا مرتين، يعني n equal 1 هنا على a، مرة على a ومرة بقى على c، ونطلع الناتج في دي، هيبان فعلا اذا كان ده second derivative ولا لا. فعلا ده second derivative، يعني كان ممكن اعملها هنا لو انا كنت عملتها اتنين، هيطلع نفس الايه الناتج من ان انا اكرر العملية مرتين. بس ال LCM وال GCD ده ال least common multiplier، وال GCD هو ال greatest common divisor. طبعا دي حاجة اكيد بنحتاجها يعني في شغلنا، ان انا احسب ال least common multiplier ما بين الرقمين دول اهو. وال greatest common divisor سواء بقى الرقمين او ال two arrays وكده، يعني مثلا ناخد ده بيحسب ال greatest common divisor ما بين الرقمين 35 و49 و15 و12، بيحسب ال greatest common divisor. في كل trigonometric functions اللي احنا محتاجينها سواء sine, cosine, whatever. السيتس، كلمة يونيك هنا مقصود بيها ان انا باخد ال unique value، هي موجودة هنا. لو انا عندي multiple values فهو بيطلع منهم just ال unique value، يعني زي ما شايفين هنا كل الحاجات المتكررة اتشالت. هنا يونيون، وانا عندي بقى ايه لو انا عندي مجموعه من ال، لو انا عندي تو سيتس بالمنظر ده عايز اعمل لهم يونيون، يعني اوحدهم او اعمل لهم انترسكشن، ممكن نجرب كده اهو، ممكن اعمل لهم يونيون مع بعض. اوحدهم مع بعض في وان سيت، انا عندي 1 2 3 4 وهنا 3 4 5 6، فهو هنا عمل ست اكبر فيها كل الايه distinct element الموجوده في الاثنين دول. intersect بيجيب الحاجات المتقاطعه، هي الدست الموجوده في الاثنين اللي هي 3 و4. والديف بالتالي بيجيب الحاجه اللي موجوده في واحد ومش موجوده في الثاني على حسب طبعا الترتيب بتاعهم. فانا هنا A و B، فجاب الحاجات اللي موجوده هنا ومش موجودة هنا، اللي هو مين الواحد واثنين. طبعا لو كنت قلبتهم خليت البي والاي كان هيعكسها، يعني كان هيجيب الخمسة والستة اللي هي مش موجودة فين في الأول. بس لغاية دلوقتي احنا كده شفنا حاجات كتيرة قوي موجودة في الـ Lump Y Library. طبعا في حاجات أكتر طبعا بكتير، بس طبعا عشان خاطر يعني ما وسعش الموضوع، احنا بس ملزمين باللي انا قلته فقط. يعني هو اللي انا قلته طبعا يعني
ده يعني احنا عندنا بروجكت طبعا ممكن تستخدم فيه او تتوسع فيه زي ما انت عايز، لكن الامتحان هيبقى فقط في الاطار بتاع اللي انا مديه في السلايدز. انا مش هطلع بره اللي موجود في السلايدز عشان خاطر يبقى انت عندك على الاقل حاجه انت عارف انت ملزم ان انت تبقى عارفها وفاهمها كويس. طبعا الامتحان بيبقى مالتيبل تشويسز، فبالتالي لو في حاجات مرتبطه بالنمبر واي لايبر ولا حاجه فهي جايه من اللي ايه من اللي موجود في السلايدز، بحيث ان انت ايه ما يبقاش عندك سكوب واسع قوي مش قادر تلم الموضوع. البانداز لايبرري هي حاجه ادفانسد شويه عن النمبر واي، بتتعامل مع الداتا على انها كما لو انها تيبلز، والتيبلز ديت بيقدر يعمل عليها اوبريشن كما لو انها شبه الاس كيو ال يعني. فده بالنسبه للبانداز لايبرري. نبدا دلوقتي ناخد الشكل الابسط في الباندز. مش عارف كنت عامل انستول للباندز ولا لا، بس لو مش عامل هنجرب يعني كده. السيريس هنا في الباندز شبه الاري يعني، هنا بيديني ايه سيريس اللي هي 1 دايمنشن اري يعني شبه اللي موجوده في الان بي، مش حته الاهم في الباندز بس احنا هنبدا بيها اللي هي موضوع السيريز. خلي وانا عندي هنا ان بي اري بالمنظر ده اهو values ديت يعني داتا سي ودي، دول عباره عن يونيكود كاركترز. لو انا جيت حولت الاري ديت لاستخدام السيريس اللي موجوده جوه الباندا اهي طلع لي بالمنظر ده، يبقى عامل زي فيكتور، ده الاندكس بتاع الفيكتور 0 1 2، دي الفاليو اللي موجوده قصاد ايه كل اندكس من دول، دي السيريس. اوكي هنا انا بغير الانديسيز يعني ايه، يعني هنا انا بحط اندكس تاني خلاص للعناصر ديت اهو. فانا هنا بقوله استخدم يعني وانت بتكريت السيريس ديت من الداتا دي اهي الداتا دي، استخدم ده كاندكس بديلا عن الاندكس الطبيعي اللي هو 0 1 2 3 خلاص، كما لو انا بدي مسميات. وبالتالي برضه الاندكس انا ممكن نديله اي حاجه يعني مثلا A1 او B1 مثلا تهيألي. يعني معنى كده ان انا اقدر اليبل الداتا بتاعتي واديها ليبل اللي انا عايزه عشان خاطر لما ارجع تاني بعد كده اتارجت الداتا ديت اقدر اتارجتها باستخدام الليبل ده. يعني انا لو عندي داتا وعايز اليبل الداتا دي بايا كان الانديسيز ممكن الجا للديفولت انديسيز اللي زي ما انتم شايفين اهي، وممكن الجا للايه للليبلز اللي انا عايزها بالطريقه اللي تعجبني. طيب عشان برضو يعني انا محتاج اسال يعني او اعرف هل في حد عنده اي سؤال في اللي فات. تمام اتفضل. بقول تمام. تمام طيب انا عندي هنا يا جماعه ده ديكشنري اهو، عارفين في البايثون في حاجه اسمها ديكشنري. الديكشنري دوت اقدر ببساطه هو حاجه شبه برضه الليبلد داتا او اقرب حاجه للليبل ده اللي هي شبه السيريس يعني، بس يعني الديكشنري اوسع من كده بكتير. ممكن يعني بقى عندي نيست الداتا يعني اقدر احط زي ما انتم شايفين هنا ان الاي ب 100 والبي ب 120 ده الديكشنري خلاص. فعايزين نماب الديكشنري ده للسيريس، فانت بس ببساطه بتقوله هنا ايه اس سيريس عشان تماب الديكشنري اللي موجود في لغه البايثون الى السيريس اللي موجوده في البانداس لايبرري. تمام يبقى ده المقصود بس من الاكزامبل ده ان انا اقدر احول من ده لده. وهنا بيستخدم another indices يعني انا متهيألي هنا هو حط هنا indices تانيه غير اللي موجوده. أنا يعني عندي هنا الداتا سي كذا كذا
ادي A B C D ال A. هو هنا غير ادي الداتا بتاعتي، حط ال A الاول وبعد كده ال B ده ال C. هو هنا يا جماعة ايه اللي حصل بالظبط؟ هنا ان هو هنا دور على باستخدام الاندكس ده، دور على الداتا اللي قصاده في الديكشنري اللي جاي. فيعني هو خد الترتيب ده، يعني هو انا كمان لو انه هنا ايه حط الترتيب ده وبدأ ياخد الايه، فين الايه؟ ادي الايه اهي حطها اول element. فين البي؟ ادي البي اهي حطها تاني element. فين السي اهي حطها تالت element. هنا طب فين الدي؟ الدي مش موجودة خلاص، فيبدأ حط قصادها هنا اوكي وهكذا. فده بالنسبة للايه لل زي انا اغير ترتيب الداتا اللي موجوده في الديكشنري واحطها بنيو بري ارانجد اندسيز. بري ارانجد اندسيز هنا الشكل ده. هنا ايه بعمل ايه؟ انا عندي الداتا نفسها ما فيهاش غير خمسه، يعني جاست سكيلر ده فاليو. وانا هنا مجرد ايه بقول له ببساطه استخدم الاندكسيز ديت مع السكيلر داتا دي، وما عندوش غيرها اصلا. هو لما بيدور على الايه مش لاقي ايه، مش لاقي في الداتا غير خمسه، فياخد الخمسه. بيدور على البي يلاقي خمسه، السي يلاقي خمسه، والدي بيلاقي. فده ان كيز ان انا اديت له سكيلر كونست سكيلر فاليو خلاص. تاني لو انا اديته حاجه بالمنظر ده خمسه سته مش هتنفع، سبعه تمام. هنا الكيز ان انا بقى مش مديله ديكشنري، لو مديله اريه عاديه بياخدهم بالترتيب بتاعهم، بيدي كل واحد فيهم واحد من الاندسيس دي بنفس الترتيب اوكي بنفس الترتيب بتاعهم. طب انا حبيت اسرح بعض عشان بس اشوف الفرق ما بين الديكشنري، هو بيعمل ايه مع الديكشنري وبيعمل ايه مع الايه مع الليست العاديه اوكي. طيب هنا في الاكزامبل دوت انا عندي هنا دي كالوريز اللي المفروض ان هي تتصرف او الواحد يعملها في كل يوم. دي 1 في 200 كالوري، دي 2 في 380 تقريبا، او بيحرقها او تبقى حاجه زي كده في اليوم. فلو انا خدت الكالوريز دي كده هنا هوت حولتها لسيريز عادي هيطلعها كايه، هيستخدم ده كليبل وده كفاليو. طب لو انا جيت استخدمت الايه التو انديسيز دول بس داي 1 وداي 2، انا هنا كمان لو اني باخد بس بفلتر من الداتا ديت الايه داي 1 والداي 2 فقط من الباقي كله اوكي. طيب ديت يعني ديت رينج اهو جملة معقدة شوية بس ممكن نبص عليها مع بعض. عندي هنا الداتا اهي وادي الاندكس اهو، هو هنا عايز يليبل الداتا رينج. ادي الستارتنج بتاعه اهو اللي هو 2022 شهر 2 يوم 3 وبيريود 6 كل ست ايام خلاص. periods ستة الفترات ستة لا date range دي حاجة موجودة فين؟ في الباندز اهي دي لوحدها كده، تعالى نمسكها لوحدها اتفرج عليها لوحدها. تديني مجموعة من الديتس اهو، بعد كده لو انا كده بتجنريت مجموعة من الديتس اهو ستة ايام بدءا من الديت ده اللي هو 20 22 2 3 3 4 5 6، فبالتالي بيطلع لي الاري ديت. هي دي اللي بستخدمها هنا كاندكس، يعني كما لو انا حاطط كده ببساطه. فبالتالي هو هنا بياخد ده مع ده وده مع ده وهكذا.
ده المقصود بيه بايه؟ يعني انت لو انت عايز تليبل داتا بالايام، زي مثلا جاي لك داتا ريكوردز وانت عارف ان كل واحد منهم في يوم معين او في ساعه معينه، وعايز تليبل الداتا ديت باليوم، خلاص. وده اللي بنعمله في الداتا اناليسيس، يعني انا عندي داتا وعايز ابدا اعمل عليها اناليسيس، وعايز استكمل شكل الداتا احطها في شكل معين عشان اعمل بقى عليها البروسيسنج بتاعي، واطلع بعد كده في الاخر تشارس او فيجوال تشارس او طب داتابيس في الاخر بعد ما اخلص الاناليسيس بتاعتي. طيب عشان اوصل لايتم جوه السيريز، هي بنفس الشكل بالظبط اللي موجود في الليست بتاع البايثون في النمبر واي اري، فما فيش اي فرق خالص لغايه هنا. اوكي، دي كلها الطريقه التقليديه للتعامل مع الايتمز اللي موجوده في السيريز، رقم عنصر رقم 0 من 1 ل 3 وهكذا. لكن هنا اهو، يعني هنا دي السيريز بتاعتي اهي، فلما باجي اقول له كده اس 0 بس ايه الايرور اللي طلع ده؟ فيوتشر هنا بيقول لك يعني ايه، انت هنا بتحاول تاكسس بالانتجر اندكس، وده حاجه مش لذيذه يعني. وهنا بيحاول ان يقول لك ان انت حاول تاكسسها بالايه، بالاندكس بتاعها الطبيعي يعني. هنا الاندكس احنا حاطينه هنا اي بي سي، فانت بتقول له انا بلاش ده، طنش ده خالص وحط لي ايه ده. ف يعني متهيألي ده يصلح لو انا عامل كده متهيألي. لكن انا هنا اوريدي حاطط اصلا اندكس ايه، عباره عن، فاذا دلوقتي الاندكس ده ان كذا ان ما عنديش، يعني هو ممكن بقى استخدم فيه الطريقه التقليديه مثلا من كذا لثلاثه اهو. اوكي، فعايز من 1 ل 3 وهكذا. ده ببساطة ازاي اتعامل مع الايه، مع السيريز. لكن ان كيس ان انا عندي ليبلز، فانا اقدر ببساطة اقول له هنا ايه اس اوف ايه. هنا انت بعد كده ندوس هنا. طب لو انا عايز مالتيبل ايتمز، يعني هنا ده عنصر واحد، لو انا عايز مالتيبل، فاقدر ببساطة ان انا اقول له هنا ايه، انا عايز ايه بس، او عايز ايه و ايه بعد تاني اقول له ايه بس. انا بالتالي اقدر اختار set of items من خلال الايه، الاندكس بتاعهم اللي هو هنا بالنسبه لي ايه، بالليبل ستيت. طيب عندي بعض البارامترز التانية اللي بقدر أبص عليها في السيريز، سواء empty بتقول إن هو إذا كانت empty ولا لأ، الـ dimension بتاعها، الـ size بتاعها، الـ values اللي جواها، الـ head أول اتنين فيها وآخر اتنين فيها عن طريق التيل. دي كلها إيه، additional function موجودة في السيريز، أقدر أعرف منها شوية بيانات إضافية عن السيريز. التعامل مع الـ strings في السيريز برضه في حاجات شيقة قوي. يعني لو أنا جيت كده أدي الداتا بتاعتي، طب لو أنا عايز أعمل إيه، عايز أوصل لكل ال عايز أتعامل مع الناس string وأشوف السترينج كله lower case، أقول له كده s dot str. str هنا معناه إن أنا عايز السترينج فيرجن بتاعت كل دول، وأقول له lower، وبالتالي كده ايه، هيجيب لي كل حاجة ايه لور. لو قلت له upper upper، طبعا عندي بقى ايه whatever بقى swap case دي اقلب case is lower، ده بيديني false و true upper، و is numeric. is numeric دي برضو بتشتغل على كل اللي موجود هنا، في عندي ارقام اهي، فده الوحيد اللي هيدي true. okay. length
لو انا عايز اشوف اللينث بتاع السترينج ده كله اديني كل الاطوال بتاعته ايه كده، ان انا عندي ملتي ستريب يعني عايز لو عايز اشيل الاسترا سبيسنج اللي موجود هنا، طبعا مفيش هنا سبيسنج، مش هبقى استريب هنا، دي ممكن مثلا لو حطينا كده لكن لما اجي اقول له كده خلاص هو شال السبيس اللي قبلها، مش عارف بقى اذا كانت شغاله بقى مع مالتيبل كاركتر، لان هو حطيت كده هاش، حطيت هنا هاش، هل بتشيلها؟ اه فعلا بتشيلها، دي الستريب فانكشن. حاجات موجودة في السيرس. السبليت فانكشن، السبليت بتقسم الايه الحاجة السب ايتمز، لو انا جيت كده قلت له سبليت كل ايتم من دول، شايف هو بقى ايه تحول كل ايتم من دول لاري، كانها سيريس اوف اريز، وكل واحده منهم اتقطعت ليه لكذا جزء. اوكي اقدر طبعا ان انا ايه احدد السيبريتور بتاعي بحيث انه يبقى حاجه تانية غير السبيس. اوكي ديفولت طبعا لو انا بعت هو ده السيبريتور، يعني لو انا عايز اديه بالنيم بقول له ببساطه ايه يعني يعني كات ديت كات ايرون صوت كده كات ديت اللي هي بيمسك كل السترنجات دي كلها ويكون كاتبتها مع بعض في وان سترنج. اوكي كونتينز طبعا لو انا عايز ادور على ليتر معين جوه سترنج اقدر ادور اذا كان الليتر ده موجود ولا لا، دي ترو اور فولس. ريبليس بيريبليس ليتر بليتر، كاونت بيعد ليتر معين، دي كلها حاجات مرتبطة بالسترينج اوبريشن. في عندي حاجات اكتر يعني ستارت وذ كذا، يعني معناها هل الكلام ده بيبدأ بالدبليو، اند وذ كذا، هل هو بينتهي بالتي، فايند كذا، هل بيحتوي على الاو، فايند اول اي، بيديني كل الانتسيز يعني هنا ايه بتاعة الاي. فلو انا جيت هنا قلت له كده هو فايند اول اي، فهو هنا بيديني ان الـ i موجودة هنا، موجودة هنا، موجودة 3 مرات. find i بيديني عدد مرات التكرار اللي هي ايه 3. ده بالنسبة للايه للسيريس يا جماعة. داتا فريم يعني انا مش عايز ابدا في موضوع تاني صراحه، عشان انا حاسس ان انا كده كترت عليكم النهارده، الحاجات دي كلها لازم تكرروها. الداتا فريم برضو موضوع ما هوش قليل يعني، موضوع محتاج تركيز، فاتمنى ان احنا نخلصه برضو المره الجايه في نص المحاضره كده، وبعد كده نخش في التوبيك اللي بعده. يا ريت بس انا عايزكم تاني حتى ما ذاكرش منكم بايثون الجزء الاول، لو عنده كان عنده مشكله مع البايثون فيلحق يخلص الجزء ده عشان يقدر يحل الاكزامبلز اللي موجوده على النامبي واي والاي والبانداز في جزئيه السيرس. الداتا فريم دي ان شاء الله المره الجايه هناخدها خلاص، بس انا محتاج فعلا مره على بعضها كده عشان نفهم فكره الداتا فريم، لان الداتا فريم نفسه هنكرره تاني بعد كده بشكل سريع جدا بقى في جزء الديستريبيوتيف، فلازم نكونوا فاهمين كويس قوي يعني ايه داتا فريم. اوكي يا جماعه يا دكتور اتفضل. ممكن نخلي المحاضرة الجاية بدري شوية يا ريت انا اصلا يعني عشان هي هتبقى قبل الامتحان على طول يعني وكده. انت قصدك عشان يوم الخميس يعني، والله لو لا هو يوم لو في محاضرة في وسط الاسبوع يوم الثلاث ممكن احاول نديها يوم الثلاث الجاي. تمام يعني عارف صراحة بقى ممكن مع مندوب الدفعة ممكن نتفق مع بعض على وقت بدري ولا حاجة، بس انتوا بتحبوا الوقت اللي هو بعد الفطار ده، انتوا اللي مختارينه. انا بالنسبه لي ده موضوع قاسي جدا ان انا اسهر للوقت ده، مش متعود يعني. لا انا دكتور قصدي انا عشان كنت الخميس يعني وكده. هو بيتكلم بخصوص ان هو المحاضره الخميس وبعدين اخش مش هنلحق نذاكرها يعني، لكن انا كنت بعت حضرتك يوم الثلاث
كان يعني ناخد المحاضرة بتاعتنا عادي، حضرتك قلت لي احنا ممكن نخليها الخميس عشان العشر نغير المواعيد وكده. تمام. يعني هو انت قصدك تاني، انت قصدك تاني معترض على ميعاد المحاضرة ولا عشان الكونتنت؟ لا لا، هو ده حقيقي يعني، انا بكلم في ميعاد المحاضرة على حاجة، ويعني لو حضرتك عايز تديها بدري يعني، يعني في ميعادها العادي. اللي هو يوم الثلاث قصدك صح؟ بالظبط. طيب تمام. يعني انتوا محتاجين ان انتوا تنقلوها، بس انا كده كده احنا كده يعني الميد ترم اظن هيبقى الاسبوع اللي بعد الجاي صح؟ الأسبوع اللي بقى الجاي على طول. تمام. فاحنا هنتوقف لغايه هنا في الميد ترم، يعني الاسبوع الجاي اللي انا هديه اكيد مش هيكون داخل في الميد ترم. تمام. يعني قبل يعني بالنسبة لنا جزء الداتا فريمز لا مش هدخل، مش ايوه هدخله في الميد ترم. هيتشرح الجاي، بس هو مش انكلودد معاك. لا مش هندخله، مفيش مشكلة. ماشي تمام خلاص تمام كده. تمام. خلاص ماشي يا جماعة. طيب بالنسبة للمشروع انتوا عملتوا ايه لغاية دلوقتي؟ انتوا بعتوا لي تقريبا الفيلد بتاعتكم خلاص اتقسمت، والمفروض ان انتوا تبقى تبروبوزوا ايديا على حسب ما احنا كنا متفقين، ان احنا في اول محاضرة ان المفروض ان انتوا اللي هتشتغلوا عليها في الداتا اناليسس. طبعا ده كده مش منطقي خالص ده. بص يا جماعه انا كنت بتهيألي اتكلمت معاكم المره اللي فاتت ان احنا هنخلي البلان الفيز الاولاني ان شاء الله تتسلم بعد العيد خلاص، اللي هي البلان بتاع داتا اناليسيس احنا هنختار هنعمل اناليسيس على داتا شكلها ايه. اوكي. تقروا شويه في موضوع الداتا اناليسيس، يعني هتعمل سيلف ستادي شويه في الموضوع دوت، وتقرر انتوا هتشتغلوا وهتعملوا اناليز لداتا شكلها ايه. اوكي. يعني كويس ان احنا ما دخلناش حتى في الطرق عشان يبقى الموضوع بالنسبه لكم اوبن شويه بعد كده، يعني اختار انت اللي تدور على طريقه الاناليسيس بعد كده. اوكي. فيعني احنا هنانالايز داتا عشان نطلع منها ايه، فانتوا حاولوا تقروا بس كده، تجهزوا الايدياز بتاعتكم، وممكن ان شاء الله في اول محاضره بعد العيد ممكن ندسكس الايدياز ديت، وهيبقى في اخر الاسبوع هتسلموا لي الايدياز ديت اللي هتشتغلوا بيها. تمام. يعني احنا الاسبوع الجاي هناخد الداتا فريم، الاسبوع المفروض المحاضره اللي بعدها هنبدا بقى في ايه، في بعض التكنيكس الخاصه بالداتا اناليسيس او الداتا بروسيسنج، واللي هي هتكون بعد العيد على طول، وممكن بعد نهاية الأسبوع دوت هتكون أنتوا اخترت كل واحد فيكم اختار هيشتغل على داتا شكلها إيه وهيعمل فيها إيه. أوكي؟ يعني ده بالنسبة لنا إيه عشان خاطر بس نبقى جاهزين للمشروع بتاعنا. أوكي؟ ماشي يا جماعة، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. حضرتك سؤال؟ حضرتك سامعني؟ اتفضل. هو احنا مطالبين في كل الاكزامبلز دي الموجوده في السلايدز ولا حضرتك بتقول بس؟ يعني مثلا في الديستريبيوشن والكلام ده مطالبين نعرف برضه السنتكس وكل فانكشن مثلا بتعمل ايه بترجع ايه وكده. لا انا انت مطالب بس ان انت، هو عامه خلي بالك الامتحان ده مالتيبل تشويس خلاص، يعني انت المفروض لما تقرا يعني هتفهم اللي موجود الموجود وان انت مش تكتب كود. تمام. يعني هي فكره ان انت تحفظ كل اسامي الفانكشن اكيد طبعا مش انت مش محتاجها، لان يعني انت هتبقى شايف السؤال وشايف الاجابات، هي بس النقطه كلها يعني اسم الديستريبيوشن بواسون او مش بواسون او وات ايفر ده مش هتفرق معاك في حاجه، لان هو في الاخر ده ديستريبيوشن وخلاص. اوكي. يعني انت بس حاول تنفذ الكلام ده وتشغله بحيث انك تبقى اول ما تشوف الكود او تشوف مثلا الاكزامبل اللي انا مديه لك في السؤال تبقى متخيل هل اللي مكتوب قدامك ده سليم او مش سليم. اوكي. ففي فرق بين ان انت ان انا اقول لك ذاكر عشان تكتب كود في الامتحان، انت مش تكتب كود في الامتحان، انت مجرد هتقول لي ده صح ولا غلط. اوكي. خلاص تمام، شكرا كده. شكرا لكم، نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.